سيادة الرئيس قال ان هو قال ما تاخدها معاك في اللوكاندا، شاف حاجه كده لانه رهان يعني. ولما قال كده انا اتبسطت جدا، فلما خدني في المسرحيه انا اتبسطت وشرف ليا ان انا اشتغل معاه. اللي سرق هي ايه؟ اللي احنا نقدر كي احتياجات خاصه نقدر نعمل كل حاجه، واحتياجات خاصه عدم التحدي والاراضي دي اللي احنا فعلا قد التحدي، وكلنا هنامن وهنوصل لمستقبلنا ان شاء الله. بجد انا مبسوطه قوي علشان من وانا صغيره دايما كنت بتخيل ان انا واقفه على المسرح مع استاذ اشرف عبد الباقي، ويعني انا مش متخيله ان انا فعلا دلوقتي بعمل اللي انا طول عمري بتمناه. احساس من القلب، احساس اكبر من كلمه حب. أولا أنا بأشرف النهاردة أن نكون وزارة التضامن الاجتماعي شراكة وطيدة ووثيقة مع شركة متحدة لخدمات الإعلام. الحقيقة إحنا يعني كنا سعداء جدا أن إحنا نشترك مع بعضنا البعض عشان من خلال الفن نقدر ندعو لفكرة أن ذوي الإعاقة ليسوا ذوي إعاقة، ذوي قدرات مختلفة، ذوي همم، ذوي عزيمة قوية. فكرة العرض لما كان في العرض اللي هو كان باسم قادرون باختلاف، وأنا حضرت وكان لي الشرف أن أنا أسأل سيادة الرئيس من خلال الشباب اللي كانوا موجودين معانا، فاتعرفت بيهم وكنت حابب قوي أن أنا أعمل معاهم حاجة، فجات الفكرة أن احنا نعمل مسرحية يبقى فيها كل الشباب، كل بيت ممكن بيبقى فيه حد بنتقبل وجوده بالحالة اللي ربنا خلقه بيها، وبالتالي ازاي نتعامل معاه، ازاي ما نحسش بان في حاجة غريبة. احساس ان انت معايا ده دايما بيطمني، وفي وقت الجد بتكون لي سند وايديك تتمد. رسالة دي أنا كنت منتظراها من سنين وسنين، لأن أنا قبل ما أكون في مجلس النواب أو أشتغل في المجتمع المدني أم لشاب من ذوي الإعاقة، إعاقة ذهنية عمره 41 سنة، فمعصرة قضية إعاقة من 40 سنة، وشفت النقلة كبيرة جدا من مكانة قضية مهمشة لقضية ظهرت على أرض الواقع، قضية أولادنا بيحصلوا فيها على حقوقهم في وجود قانون أصدره فخامة الرئيس في 2018. ومعايا تملي وعمرك ما تخلت يوم عني، في ناس بتضحي بروح عشان الباقي يعيش، لما أقول لك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش. عجبني قوي مسرح جدا أنا فخوره قوي مع أشرف عبد الباقي بدوره حبيبه، ده ممثل كويس مسرح مصر مع أس كنا بنتدرب على طول، مكناش بنوقف، ولو في حاجة غلط كنا بنقولها لبعض علشان نقدر نحسن من نفسنا أكتر. وكنت بتقول إيه؟ جميل جمال مش مثال، جميل جمال مش مثال، جميل جمال مثال ماشي. هو عامل واحد اسمه إيه جميل، وهو بيقول اسمه جميل جمال ملوش، قولها جميل جمال مش مثال. انت هتترقص قدام الكاميرات؟ عيب تترقص. لو اقول لك شكرا مليون مره دي ما تكفيش، ما تكفيش، شكرا ما تكفيش، شكرا ما تكفيش. والحسن الحظ عرض ممتاز جدا وانا فرحانه بيه جدا والله، بالأطفال يعني والشباب اللي هم ذوي الهمم. أنا واحدة من الجمهور واتبسطت جدا بالمسرحية النهاردة، الرسالة وصلت ووصلت بشكل يعني دقيق ومباشر، وفرحتنا وأسعدتنا وخلتنا برضو نتفاعل معها بإحساسنا، ويعني بجد هم عملوا مجهود أكتر من رائع بصراحة. وقت ما بحكي